أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشرت دعاية عند الإشارات المرورية والمجمعات الحكومية في المدن والقرى أحيانا للتحذير من المخدرات، وأحيانا للتنبيه على أهمية الحزام، وهي حتى لا تروح الروح. والسؤال: هل هذه الجملة صحيحة شرعا؟ لا بأس بذلك، تحذير الناس من الأخطار والمحرمات، تحذيرهم من المخدرات، هذا طيب، وبيان أخطارها عليهم، وكذلك أمرهم بما بالوقاية من الخطر، لأن الحزام هذا وقاية، والوقاية من الخطر مطلوبة. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اتخاذ الحزام هذا من الوقاية بإذن الله، فلا بأس بذلك. نعم.